بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين أجمعين ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي أعزائي طلبة الوصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا مرحبا. هذه حلقات ورانا هي اللغة الإنجليزية الامتحان النهائي إن شاء الله. النهارده فعلا هنراجع مع بعض كل الجامر كله بالتفصيل وبالشرح والجمل والحل إن شاء الله. وأنا فاتح يعني مع بعض أزمنة المضارع قبل كده في فيديو عن أزمنة الماضي، النهاردة هنراجع المستقبل مع بعض. طبعا future tenses أزمنة المستقبل، كان في المستقبل ده بستخدم كذا زمن حسب معنى الجملة نفسه. أوكي طيب، طبعا فضلا وغير قبل البدء في الفيديو مجال الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وصارت الكل هتصلوك من كل جديد حتى تدعموني وتشجعوني في نشر قناة القناة إن شاء الله. أرسلت الاشتراك، جرس الكل، وبعد كل الفيديوهات إن شاء الله بإذن الله. طبعا ليس فضل غالية إن احنا من عمر المنتفع به عن طريق إن احنا لايك وشير الفيديو، استفادة من عدد من الطلبة يستفيدوا من الشروحات اللي الله الله عز وجل أن تكون في ذلك ولا إن شاء الله. دعواتي القلبية لكم وإن ما التوفيق تعالى إن شاء الله. من رأيت لا نبدأ sentence number one. I don't know how to use this mixer. لقيت أول بقول كده I don't know how to use this mixer. That's okay. I you. Okay. طيب ده بيقول له أنا مش عارف إزاي أستخدم هذا الخلاط، ميكسر، ميكسر يخلط، ميكسر خلاط. فبيظن إنه ده أوكي، ده كويس، مش مشاكل، أنا حواليه. طبعا ده بيعرض عليه، بيعرض عرض محاولين إزاي الميكسر ده بيشتغل. طبعا في أوفر، عرض زي ما مكتوب قبل كده، عرض أوفر ده تعمل فيه ويل بلاس إنفينيت. أي أوفر أو ريكوست تعمل فيه ويل بلاس إنفينيت. يبقى أي ها اتحلت أظن صح؟ بتعيي طبعا I will show you. Okay. I will show you. Number two. In an hour, I in front of my TV watching my favorite program. In an hour يعني ولدت in an hour خلال ساعة يعني بعد ساعة. I in front of my TV watching my favorite program. قاعد قدام التلفزيون بتفرج على البرنامج المفضل عندي. يبقى ده حدد لي امتى في المستقبل بعد ساعة ان انا اور، لان ان جنبها اضاف من المستقبل دي انا في خلال، يبقى فعل في الفيوتشر. طيب مثلا في ايه؟ انا ده for a specific time in the future، الوقت المحدد المستعد لامتى في المستقبل. use future continuous ده المستقبل ايه؟ مستمر. يعني يا ولاد يعني will be فعل ING، يعني will be playing، will be watching، will be working إلى آخره. طبعا ده in an hour I in front of my TV watching my favorite program، ودي future continuous، will be ING وده will be sitting. دي حدد إمتى in the future في المستقبل. الفعل نفسه كنت حتى مع نفس الاستمرار الفراغ البرنامج المستمر لفترة. In the future المستقبل أو the future continuous. Number three. I my hair cut tomorrow. شعر بكرة. So لذلك I won't be able to go home with you. مش هقدر أروح معاك البيت. Okay. طيب. My hair cut. هل هوصل شعر تمر بكرة؟ So I won't be able to go home with you. مش هقدر أذهب المنزل معك. وصف مكتوبة تحتها يوز بريزنت كونتينوس وراء يا أولاد مستمر، يعني أم إز آر جيرن يعني فيرب أني شي أم بلاينج إز ستادينج أور واتشينج إلى آخره. إمتى؟ فور أرينجد فيربس إن ذا فيوتشر، أفعال مرتب لحدوثها في المستقبل وترتيب إنها تحصل. أور أرينجمنتس ترتيبات عين were made to happen in the future، تعملت عشان فعل يحصل في المستقبل. في arranged
arrangements. لو في الجمله دول استخدم معاهم ايه؟ بلينز كونتينوس. الله مستمر. او معنى الجمله نسوي فيه ترتيب للفعل. اوكي؟ طب الفعل المرتب على ما ايه؟ يتمرد، يتزوج، في ترتيبات. have a party، يعمل حفله، عنده حفله، برضه ترتيبات. هيسافر، ترتيبات. بلاش في بريزنت كونتينوس. ام از ار فيرب ان جي او يصف مستقبل لكي، او نعمل فعل فعل تم ترتيب الحدوث في المستقبل او تم على ترتيبات له. ارينجد ده جنبها فاعل، يبقى في ام از ار فيرب ان جي. طب من غير فاعل يبقى تو انفينيتيف، نو سبجكت، طب مفيش فعل يبقى تو انفينيتيف. يعني وي ارينجد تو فيزيت، مفيش فعل هنا اهو. وي ارينجد وي are visiting. لو في we are visiting، مفيش we were to visit. طيب هنا بقى في ايه؟ I my hair cut tomorrow so I want to be able to go home with you. يبقى ايه؟ ايوه I'm having. ترتيب اصل الشهر ده ترتب له. اوكي اتفق مع الحلاق، قد منه موعد الى اخره. I'm having my hair cut tomorrow so I want to be able to go home with you. Number four. Don't play with those matches. You yourself. تلعبش الكبريت دون. انت نفسك هتحرق نفسك، هتضر نفسك. ده ولاد وورنينج، تحذير. مش كده؟ مثلا في ايه؟ ويل بلس انفيرب. اي تحذير في ويل مصدر. يبقى نقول ايه؟ يو ويل بيرن. يا ولاد Don't play with those matches, you will burn yourself. The warning. يبقى هو الانفانتل. هذا الجملة على طول القاعدة المكتوبة. For warning, use well plus infinitive. Number five. تامر his homework by the time his mother gets home. تامر واجبه في الوقت اللي أمه هتكون جاية فيه البيت، توصل فيه البيت. عندنا ممكن اسمها time conjunctions، يعني الضوابط الزمنية اللي مكتوب كده time conjunctions. طول الجملتين معنى كل واحد فيهم ما فيه ظرف زمن معين. ايه الظرف الزمنية دي يا ولد؟ ولا after، بعد، طبعا مشهورة جدا، before قبل، when time قبل، as soon as مجرد ان، when عندما، once برضو عندما، the moment في اللحظة التي، till until حتى او الان. دول كلهم اسمه ايه؟ تايم كونجكشن، ضوابط زمنيه. ظاهر الجمله يمنهم مضارع بسيط بريزنت سمبل او بريزنت بيرفكت او مضارع تام. الناحيه الثانيه والمصدر. كده خلاص؟ فلان هم قربت من دول البني دول افتر بيفور باي ذا تايم از سون از وان وانس ذا مومنت تيل انتل يمنهم بريزنت سمبل مضارع بسيط او بريزنت بيرفكت مضارع تام. الناحية التانية بقى وين الفاتو حسب مكانهم، المعنى منهم لازم سيمبل أو بيرفكت. الناحية التانية وين الفاتو هنا قال لي by the time his mother gets، صح؟ جنبها إيه؟ present simple أهي gets. يبقى أنت عايز إيه؟ وين الفاتو. طب دي مش موجودة يا مستر. أقول لكم على حاجة، إحنا قلنا قبل كده إن باي اللي جنبها ظرف زمان مستقبل ما معها مستقبل تام واللي هي في تصريف تالت. هنا في باي ذا تايم يبقى دي ايه؟ ولا فينش يا ولاد. يعني فعلا هيحتمل حدوث في المستقبل، هيخلص، هكون خلص لما امه تيجي البيت هكون خلص واجبه. يبقى تامر will have finished his homework by the time his mother gets home. طب مفيش من المصدر، يبقى عندي will have finished will be finishing. ده مستمر، ده تام. الفعل هيكون خلص في المستقبل التام، ولا في تصريف تام. راح يكون شغال، ده مستقبل مستمر، will be ing. طب ده هيكون خلص. لما هو تيجي المنزل، توصل المنزل، هيكون خلاص واجبه. يبقى تامر will have finished his homework by the time his mother gets home. Number six. Have you got any plans for the vacation? Well, yes. We back to our village to visit our my grandmother. هل عندك have you got any plans أي خطط for the vacation في الأجازة أو الأجازة؟
نضع الوياسة، أيوة، وي باك، نرجع تو اور فيلج، القرية بتاعتنا، تو فيزيت عشان نزور ماي مذر، جدتي. هذا هي الفور بلانز، الخطط هي decisions، قرارات، intentions، نوايا. يوز، استخدمي ام از ار، جوينج تو بلس انفينيتيف. خطة، نية، قرار، يبقى ده ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف. برضه امتى؟ مع انتند اللي هو افعال بقى، دي اسماء. اذا خطة بيخطط، decision قرار، intention نية، الافعال بقى بلان او تندي انوي، فيلم انتنشن بلان يخطط، ديسايد يقرر، ذات وفاعل او فاعل جنبهم برضه ام از ار جو تو بلس انفينيتي. بلس بلانز سيشن زو ديسايد انتنشن تن وفاعل ام از ار جو تو بلس انفينيتي. مفيش فاعل بلان ديسايد انتن، يبقى نو سبجكت اهو، مفيش فعل اهو، يبقى تو مصدر. اوكي، بلان ديسايد انتند، الفاعل يبقى ام از ار جوينج تو مصدر، ما فيش فاعل يبقى تو مصدر. مثال اهو، ذا انتند تو ترافل ابرود ذس سمر، ناويين يسافروا للخارج هذا الصيف، انتند ما فيش فاعل جنبه، ذا انتند تو ترافل. طب ذا انتند زي او ذات زي، يبقى ار جوينج تو ترافل، ما فيش زي تاني، يبقى تو مصدر. طب هنا في ايه؟ يس وي باك تو اور فيلج تو فيزيت ماي جراند ماذر، لو نرجع القرية بتاعتنا نزور جدتنا. في نية هنا اهو، او في قرار، او في خطة تخطيط هزوره، صح كده؟ يبقى ده ام از ار جوينج تو والايه؟ والمصدر. طب ما فيش ام از ار جوينج تو المصدر، بدلتها يا اولاد زيارة، تبقى فيها ايه؟ فيها ترتيبات، زيارة فيها ترتيب، واتصل واخد ميعاد النهارده لان النهارده مش فاضيين، طب بالليل بالنهار الاخير، صح؟ كل ترتيبات الزيارة، يبقى ده مديرتها ايه؟ لازم تنوص ضرر مستمر اللي هو ام از ار جوينج تو، ام از ار اسف فعل اي ان جي. اوكي، طب هنا هي ناويين يا مرتبين. طب هنا ما فيش ايه؟ ما فيش ناويين، ما فيش فعل بيدور على ناويين، مش ام از ار ولا جوينج تو المصدر، في ايه؟ لازم تنوص ضرر مستمر، لو ولد لو اوف لاين، هذا طلع اوف لاين. تمام كده، وصلت؟ يبقى ده ناويين نزور، مرتبين نزور. طب ما فيش ناويين، مش هتقول على النية، مش هتقول تقول المصدر، بدايتها في بزنس، ضرر مستمر، يبقى اوف لاين. نمبر 7، What do you call your grandma? قال له I her at the weekend. اتصلت بيها ليه؟ قال له أنا إيه؟ هزورها في الويكند، أو هيزور برضه، برضه إيه؟ خد منها ميعاد وهيزورها، اتصل بيها عشان كده بترتيب. appointments الميعاد دي أرينج بترتيب لها، بتصل فاضي مش فاضي، هاجي لك بكرة، هاجي لك النهارده بالليل، وترتيبات arranged already، لو ترتيبيه مسبقا. لذلك we use a continuous، وضع مستمر. يبقى ايه؟ I am visiting. تحت بعض الجملتين هم are flying و am visiting. ليه في ترتيبات حصل؟ طب ممكن في نية أو قرار، ما فيش أمن إذا كنت مصدر، لا هنا ولا هنا. إن في ميبرز كتير ناس، ودي هي ترتيب arranged arrangements. number 8، A بيقول what time the next bus arrive، هيوصل الأتوبيس اللي القادم يعني بعد كده يعني. and 30 minutes later، بعد 13 دقيقة. ده إيه بقى؟ أتوبيس، يبقى ليه ميعاد ثابت محدد، تبي الساعة كذا، تطلع الساعة كذا، توصل الساعة كذا، اسمها ايه؟ دي تايم تيبلز، مواعيد ثابتة في هذا المواعيد الثابتة، ما بتتغيرش. بتستخدم ايه فيها؟ بريزنت سيمبل، ضرر بسيط. امتى بتبقى؟ مع بلينز، طيارات، ترينز، قطارات،
والمحاضرة دي كلها شيبس السفن، باصز اتوبيسات زي السوبر جيت كده، ماتشز مباريات تحديدها برضو، كونفرنس مؤتمر، ميوزيمز متاحف إلى آخره، دي كلها تايم تيبلز مواعيد متحددة أوريدي من قبل، ما تغيرش لا امبارح ولا النهارده ولا بكرة، بس فيها بريزنت سيمبل مرة بسيط. مال بلينز ترينز شيبس الحاجات دي فعلا، مال باصز ماتشز كونفرنسز ميوزيمز إلى آخره. الأفعال بتاعتها بتبقى الأفعال اللي جاية دي، starts أو begins يبدأ، finishes ينتهي، ends ينتهي، opens هيفتح، close هيقفل، المتحف هيفتح ساعة كذا ويقفل ساعة كذا، leaves يغادر، reaches يصل، arrives يصل، doesn't infinitive doesn't finish مثلا لأن ينتهي، doesn't end إلى آخره، or negative في النفي. طب في سؤال، does فعل مصدر، does subject infinitive، or question الأسئلة، okay what time next bus arrive، ده سؤال أهو، هيوصل الساعة كام، أصبح next bus ده إيه، ده subject ده فاعل، و arrive ده infinitive، وناقصه إيه، ناقصه does، جبناها منين، ده باص أتوبيس يعني معدوسات مقدرش، مش كده، وده سؤال يبقى does subject infinitive المكتوب عندنا دي، does subject infinitive يا ولاد. يعني does subject infinitive. It does the boss next boss arrive. ليه ده boss أتوبيس؟ يعني من ضمن الحاجات المعدة ثابتة ما بتتغيرش. يبقى ده بزنس سيمبل سؤال. يعني does subject infinitive. نفي doesn't infinitive ذات مصدر. إثبات خلاص فعل على اسم. يعني ده فعل دي انتوا يعني موجودة في الجملة. طبعا دول طلعها دايما في السابق، طلعها بسيط، طلعها بس دايما دايما starts begins في النهاية الأفعال نفس الأفعال. Okay what time does the next bus arrive؟ قال له 30 minutes later. Number 9 you for her when her plane arrives. When her plane arrives يعني when ده إيه؟ ظرف زمان صح؟ على يمينه فعل إيه؟ arrives زمنه يا أولاد، زمنه ضرب بسيط. وانها التانية في ايه؟ والمصدر الفعل بدأ انتظر مظبوط، انت ثلاثة will will have waited will be waiting will wait waited ينتظرها، اكون منتظرها لما تبدأ توصل، ده في ايه؟ في استمرار الانتظار، يعني فترة منتظر في استمرار مش كده؟ يبقى ده مستقبل مستمر، يبقى ده will be with you يا ولاد. جبناها when طب الزمني بينها simple، لكن will ما will infinitive، will have تصريف تالت، will be ing، will wait ولا will wait خالص، ده الماضي ما ينفعش تمام كده، ينتظر الانتظار ده في استمرار، الأفعال فيها استمرار زي play زي work wait watch إلى آخره، وده في وقت بيستمر لوقت معين، we will be waiting for her when her plane arrives. Number 10 oh no I have left my purse at home and I haven't got any money on me. قال له يا بتقول يا نسيت البيرس بتاعي، كيس النقود بتاعي في البيت، معيش أي فلوس. رد بيقول لها don't worry I you some، هديكي بعض النقود مظبوط كده، ده اوفر بيعرض عليها المساعدة اللي استلفها فلوس، ده اوفر اصبح ايه في الاوفر وين بلس انفنتم، تعالوا مش كلام نقول مصدر نقول لن يا ولاد تمام كده، don't worry I will lend you some for offers The other one use will plus infinity. Number 11. She ready by the time they leave the house. في الوقت هكون يقعدوا في المنزل. By the time. رب الزمن. Time conjunctions. جنبه leave.
وزنت ايه سيمبل ما تاني ايه وانفنتيف with by before plus future time تسأل مي future perfect by before ما future perfect في المستقبل مستقبل تام يعني will have تصريف ثالث لو active لو passive will have been تصريف ثالث اختار الوجود منهم تقعدوا الاثنين اشوفوا جملة حد عمل الفعل يبقى ده will have تصريف ثالث الفعل بيتعمل يبقى ده passive يبقى will have been تصريف ثالث كده كده مع باي بيفور جنبهم ظرف زمان مستقبل مش شرط تايم زي كده يبقى الحل يا اولاد معايا كده بقى نشوف الاختيارات بتاعتنا will be getting will have gotten is getting was getting وانا future perfect يبقى will have gotten number B will have تصريف تاني صح كده؟ طيب يبقى دي will have gotten يا ولاد نمبر 12 tomorrow at this time I my English language exam بكرة في الوقت ده امتحان الانجليزي بتاعي بحدد امتى بكره at this time مش tomorrow 7 ده حدد لي امتى بتومورو ده مستقبل تام future continuous يعني will be ing صح كده يبقى will be taking سهل يا ولاد لو حدد لي امتى في المستقبل اعمل future continuous مستقبل مستمر will be فعل ing يعني tomorrow ما سابنيش tomorrow امتى at this time tomorrow بس يبقى will take ولا at this time at 6 o'clock إلى آخره يبقى I'll be taking. قد إمتى في المستقبل؟ Number 13. I space آية after school today. She has problems with mathematics. عندها مشاكل في الرياضيات. عندها مسائل. عندها في الرياضيات problems مسائل. طب بعد ما تفهم الله إيه؟ هيساعدها. طب هساعدها ازاي؟ After school today she has problems with mathematics عندها مسألة حسابية أو رياضية طب المساعدة دي يا أولاد دي offer عرض صح كده؟ عرض يبقى ده present ايه؟ present continuous أمي الظرف فعل أن جي I am helping Number 14 If your passport isn't valid anymore, you will be able to go abroad this month. لو جواز سفرك not valid غير صالح انت يعني بعد كده you تستطيع be able to go abroad تسافر الخارج this month هذا الشهر. لو not valid غير صالح منتهي الصلاحية هذا مش هتقدر مش هتقدر تسافر تمام كده isn't valid if جنبها مضارع بسيط يبقى تاني والمصدر صح يبقى يو ايه يقول وي وونت فين ويل هي وونت تخسر ويل نوت يو ويل نوت بي ايبل تو جو ابرود ذيس مانث if present تاني والمصدر والمنفية هنا want to be able لن تستطيع no he not valid okay maybe for passport isn't valid anymore you want to be able to go abroad this month number 15 Laura out the apartment before she gives back the key قبل ترجع المفتاح راح تنظف الشقة قبل ما ترجع المفتاح before she gives ضرب الزماني وضرب بسيط لازم سمبل الثانية will infinitive طب في كذا will يا مستر في will clean will have cleaned من دول يعني هي بياسين طب نظفتها خلاص خلصتها هتخلص الفعل هيكتمل الفعل يبقى ده مستقبل تام يبقى ده will have cleaned
يا ولاد. يبقى لورا ولايف كلين اوت ابارتمنت او ابارتمنت بيفور شي ليفز او جيفز باك ذكي. المفروض تكون ايه؟ خلصت الشقه خلاص، خلصت مش لسه هتعمل، مش هتنضف، لا خلصتها. المهم كده يعني نقول يا ولاد تومورو اي ويل دو ذا هوم ورك، هعمل الواجب بكره، حد غرفه نعمله. فقلت له باي تومورو اي ويل هاف دان، بكره والغد يعني هكون عملت وخلصت خالص. وضح فرق كده، تومورو اي ويل دو هعمل، باي تومورو اي ويل هاف دان، والغد هكون عملت. بعد خلاص الشقه قبل ما تخرج قام مصيع مفتاح، يبقى هو لها فيلم مستقبل تاني. نمبر 16 at 3 o'clock tomorrow، الساعة 6 غدا I in my office so don't phone me search me. okay tomorrow مستقبل، at 3 o'clock حدد لي امتى في المستقبل، المستقبل مستمر. tomorrow حدد لي امتى، مستقبل مستمر يعني will be فعل ان جي، يبقى ده I will be working. سهلة جدا، مفيهاش أي حاجة يا ولاد. حدد لي إمتى في المستقبل، المستقبل مستمر، أوكي؟ will be working. تمام كده؟ تمورو بس يبقى أقول work. هشتغل. At 3 o'clock tomorrow، 3 بكرة هكون بشتغل. will be working. 17 look out، be careful، لازم خلي بالك. yourself with that knife، بهذه السكين هتأذي نفسك. تحذير فوق ما تحذير يعني، والمصدر صح، يبقى you will hurt. هتكرر تاني عشان نحفظها، تحذير والمصدر will hurt. ايه بيقول له؟ I've got a terrible headache، عندي صداع شديد جدا. طب بيقول له have you؟ yeah wait there، استنى هناك. and I an aspirin for you، هجيب لك أسبرينة. تبقى ده إيه؟ أوفر، عرض، أوفر معايا يا ولاد، فاكرين معايا إيه؟ برافو عليكم معاه، والإنفينيتيف مستر اللي هو جت يو. هتكرر إيه؟ محفظة أهو، تمام كده؟ يبقى تحذير والمصدر، أوفر والمصدر. نمبر 19، when time we get home، الوقت اللي جت في البيت، نهى dinner for both of us. هتكون طبقت العشاء نحن الاثنين. أرجع البيت وهتكون إيه؟ خلصت العشاء. صح كده؟ خلصته. وطبقت خلاص. وباي. يبقى ده مستقبل إيه؟ مستقبل تام. خلصت. يعني ويل هاف تصريف ثالث. يبقى ويل هاف كوكت. يا أولاد ويل هاف كوكت. وقت ما جيت هوم مها ولا كوكت دينر فور بوث اوف اس، ما ارجع البيت ما هتكون طاقة الاكل نحن الاثنين. نمبر 20 اي بيقول له واي ار يو ويرينج يور كوت، ليه لابس البلطو بتاعك؟ قال له اي اوت، انا خارج مش كده، انا خارج طب فاخرج مظبوط كده، يبقى اي ويل جو اوت. نمبر 21 ماذر بتقول له يور فيس از ديرتي، وشك مش نظيف. طفلة تشهد الله ورأيت بابا كذلك اي ات، انا هي هغسله. يبقى اي ويل واش ات، هروح اغسله لسه صح كده، ويل واش. نمبر 22 I'm waiting for you when you at the airport tonight، ونظر في المطار لما توصل المطار الليلي هذه الليلة. مظبوط يا ولاد. when هنا will infinitive، يبقى منها ايه؟ present simple او present perfect، ضرب الموضوع تام موجود هنا يا ولاد. بصيت ولا تام simple ولا perfect؟ برافو عليكم. قلت ايه؟ simple. you buy arrive when you arrive. مظبوط. I will be waiting for you when you arrive at the airport tonight. Number 23. Why early? 7:30. The film at 2:30.
Why don't we go and have something to drink؟ نروح نشرب حاجة. الفيلم هيبدأ الساعة كام؟ ساعتين ونص، صح كده؟ ميعاده الثابت، ميعاد الفيلم الثابت بيبدأ ساعتين ونص، ما بيتغيرش. قلنا الأفلام والجوهرة والحاجات دي كلها يعني مواعيد ثابتة لا تتغير، وده بريزنت سيمبل. وستارتس أهو نفس الفعل مكتوب فوق يا أولاد، ستارتس بيجنز إلى آخره، وده نفس الأفعال ما بتتغيرش. الفيلم ستارتس at 2:30، هيبدأ ساعة ونص. ليه ميعاده ثابت بس لازم نضرب بس بنسم. قلنا فيلم باص ليسون مش كده، شيب بلين ترين إلى آخره. ده ستارت تايم ستارتس. نمبر زي ستارت ده على طول ستارت مضرب بسيط على طول ستارتس. نمبر 24 the robbers was worse all the money by the time the police arrived. الوقت وصل ليه الشرطة arrive present simple. تانية will infinitive I will have taken I will be taking. طيب هيكونوا ايه؟ الحرامية خدوا الفلوس وخلصوا بالفعل، يبقى ده مستقبل ليه؟ مستقبل تام، يبقى ده will have taken. ناخد الفلوس تطلع الوصلات في الوقت توصل في الشرطة. Number 25 I think I a new computer this one is too slow. الموتور ده بطيء جدا، أعتقد أنا هشتري إيه؟ هشتري موتور جديد. وأقول كده think on the مفعول اللي معاه إيه؟ والمصدر مع think يبقى عامل باي. وأنت مضمون. تمام؟ I think I will buy. My sister married next month. زوجها الشهر القادم. We have invited hundreds of guests. علمنا مئات من الضيوف. الزواج. مرد. صح؟ يبقى ده فعل ايه؟ في ترتيبات تصل للزواج. Arrangements. صح؟ ده موضوع ايه؟ present ايه؟ continuous. أمي ظهر في الـ ING. يبقى سيستر ايه؟ السلام عليكم. ها؟ is getting. وانت مؤمن. مرض جواز فيزيت زيارة فلاي ترافل سفر مش كده هاف ا بارتي هنعمل حفلة نبيب ا بارتي وده ضرب ليه ترتيبات تحصل له أما تعمل فعل في ترتيبات تحصل ترتيب أرينجمنت أرينج يبقى ميزان فعل أرينج بس سيستر از جيتنج مارد نكست مانث وي هاف انفايتد هاندرز اوف جيستس نمبر 27 There isn't any cloud in the sky. مفيش إيه؟ أي سحابة في السماء. It a lovely day. يوم جميل. طيب أنا في دليل. يوم جميل ليه؟ مفيش أي سحب في السماء. في evidence. Forms of evidence. أفعال دليل على حدوثها. استنى نعمل زي ما قلت المصدر. في دليل. No cloud. مفيش سحب. يبقى ده أمي زرمته والمصدر هيبقى يوم جميل وفي دليل في جملة يبقى ده it is going to be يا ولاد لو حصل في دليل يبقى أمي زرمته والمصدر number 28 I John to the airport tomorrow his own car is being repaired أو تتصلح وأنا إيه هوصله المطار بكرة okay his own car is being repaired أو تتصلح مظبوط كده يبقى إيه وده ترتيب اتعمل صح كده يبقى I'm driving ما هوش اوفر ما هوش عرض
ليه ده عربيته تصلح؟ رتبه إن هو يوصل العربية بتاعته. خلاص في ترتيب أهو. نمبر 29. I the money back to you. أجي على الفلوس as soon as I get my salary. مجرد ما أخد مرتب بتاعي هرجع لك الفلوس. As soon as get. Present simple. في هنا والإنفينيتيف والمصدر by will pay. As soon as time conjunction. طب الزمني يمينه present simple. تاني بقول مصدر يبقى هو البي نمبر 30. I'm having lunch with friends tomorrow. غدا مصدر غدا. We at the restaurant at 1:30. المطعم الساعة 1:30. هنتقابل المطعم الساعة 1:30. طب هنتغدوا طب 1:30. ده ايه؟ ها؟ ترتيبات arrangements. أرينجد في المرتب لحدوثه، اتفقوا مع بعض، حجزوا ترابيزة في المطعم، مش كده؟ اتفقوا في الساعة كذا، في الآخر الترتيبات كلها، يبقى ده وي آر ميتينج. المزار فعل عن جي، إن كونتينوس. 31. The train by the time we reach the station. By the time we reach, in simple. ثانية، والإنفينيتيف. صح كده؟ يبقى الترين إيه؟ will have left. هكون ماشي. Okay. 32. If he doesn't drive more carefully, إذا ما ساش بأكثر حرص, he an accident. هيعمل حادثة. Then if, then he will be present simple. Then يبقى فيه will infinitive والمصدر صح كده يبقى will have number C. يا أولاد if ورا بسيط والمصدر. 33. I into my new office by the end of this month. بنهاية هذا الشهر. By مستقبل يبقى ده مستقبل تام. We'll have تصريف تالت صح كده؟ كمان مرة باي بيفور مستقبل يبقى مستقبل تام. We'll have تصريف تالت موجود موجود. We'll have moved. يا ولد نمبر 34. Why don't you come with us؟ ليه ما تجيش معانا؟ تراهم I'm sure you the show هتستمتع بالعرض صح كده؟ I'm sure. وصلوا مع sure أو شرح أو sure certain أنا متأكد برضه expect أتوقع predict أتنبأ hope يعمل أو أتمنى think يفكر أو يعتقد possible ممكن probable محتمل promise يعد ونستخدم معاهم والإنفينيتيف والمصدر محلولة sure certain expect predict hope think possible probable promise قدامها والمصدر يبقى I'm sure you will enjoy. وصل كده يا أولاد سهل. لو عايز حاجة في التعليق اكتبها لك على طول ولا على طول. Okay. Number 35. Oh, you have got a ticket for the party. معك تذكرة للحفلة. I'll be yes, I it on Friday. هشوفها يوم الجمعة. Okay. باي. جاب تذكرة للحفلة. بترتيب العمل اهو. وقالت معادها. واشترى تذكرة. صح كده؟ بترتيب. Arranged. ده برنس كونتينوس. أم يظهر verb ing موجود موجود I'm watching it number A يا ولاد ticket ده أحد تجهيزات العمل الحفلة. قال له you have got a ticket for the party. قال له yes I'm watching it on Friday number 36. Our neighbors have bought a flat in Cairo. اشتروا شقة في القاهرة. Perhaps
they next week. Perhaps they معاه هو المصدر، يبقى they will move. Okay. Perhaps. تمام. طب ما احنا بنزودها هنا فوق عادي جدا. Possible probable perhaps. حط perhaps هنا. Perhaps. برضه well master. زي الجملة دي. تمام. يبقى هنا قلنا دي قلنا موتشي خلاص ترتيبات. يبقى بالهبس هين يبقى ويل موف. نمبر 37. I every chocolate in that box before my mom returns from work. Before present simple returns تعود. طلب بسيط. الثانية وين انفاتف. كل شوكولاتة أكون كلها. هكون ايه كان شغال كده مو ترجع صح كده؟ او مترجع هكون كان شغال كلها فخلص الفعل وده كلها في ايدي. كان فيوتشر بيرفكت مستقبل تام يا ولاد. ما فيش يبقى اول بيدي او وليد. لما قلنا خلص كل شغلات ايفري شغلات ده بوف صندوق ده before قبل my mom returns home. مام بتبقى من ايه؟ من الشغل. ده will have it. Number 38. She David at the train station at 7:30. حطت الساعة 7:30 نور غدا. Okay. هتقابله. مظبوط. بدأ ايه؟ في ترتيب في اتفاق مسبق. يعني هتقابله في المحطة الساعة 7:30. يبقى ده ايه؟ present continuous. ام يزار فعل ان جي. يبقى شي از ميتينج يا ولاد. arrangements هتعمل في البطة بغرس الصعب ونص اتفقوا اتصلوا ببعض الى اخره. يبقى ده ترتيب ويز ميتينج. نمبر 39. What is the answer to the question? Question 3. حل السؤال رقم 3. Ask من منا. اسأل منا شي هي هتقول لك هت ايه هتقول لك الحل هتوريك. يبقى ده هت ايه ده عرض مظبوط او ريكويست طلب. اطلب منه طريله طلب. يبقى ده والشو والماست يا ولاد. يبقى اوفر او ريكويست طلب او عرض أصلا فيه والماستر ده طبعا طلب. يا منا وريني ايه الحاجة وحطه منها. يبقى ويل نو هتعرف. هل سؤال رقم ثلاثة. نمبر 40. By the time he graduates he 5 years of study. ما يتخرج 5 سنين دراسة. لكن خلص ايه 5 سنين دراسة صح كده؟ طب ده في ضرب بسيط يبقى الثاني هكون خلص. يبقى ده فيوتشر بيرفكت مستقبل تام. فايت تبع نصف مستقبل يبقى ده will have past participle. يبقى ده will have completed. يا أولاد يبقى by the time he graduates he will have completed 5 years of study. Number 41. Manel, a party next week. A حفلة. Has invited you. عزمتك. حفلة. يبقى في ترتيب. الحفلة. تنازين. عزمنا الناس. وضبنا البيت. ترتيبات عملت الحفلة. وده بريزنت كونتينوس. وده مستمر. يبقى أمي زار فلانجي. Manel is giving. ما حفلة في ثلاثة ثلاثة مثل لا نقول ما نقول يعني. Okay. 42. I think I fish for dinner tonight. I haven't had it for ages. I think. Think A.
يبقى هو الانفينيتيف، يبقى هو الباي. بس حفظنا I think I will buy. Think يبقى هو الماست. 43 I have had decided قررت that I this car it's very wasteful مضيعة النقود، مؤزرة النقود، صرف فلوس كتير جدا. decided ان decide وانتند وبلان معاهم ايه؟ اهم يظهر جوه مصدر صح؟ عشان ده ايه؟ ايه؟ اهم يظهر جوه مصدر يبقى ايه؟ يلا يا بنات انا معاك اهو. ايوه I'm going to sell هبيعها. ده قرار decided وفاعل أم يزال يا ولد ونمبر قلنا تصعد يبقى ايه؟ أم يزال قلت مصدر يبقى أم كوم تو سيل أبيع لي السيارة. أوكي نمبر 44 Why are all these people gathered here. الناس دي كلها متجمعة هنا. بيقال له the prime minister رئيس الوزراء the new hospital world عمر يفتح مستشفى هيفتح صح كده؟ هيفتتح يعني. ده يا ولاد ترتيبات رئيس الوزراء راح تفتتح في حراسة في تنظيف المستشفى في تزيين المستشفى الناس منتظرينه في أرنجمنت ترتيبات يبقى ده لازم كونتينوس أم يظهر جون تو آسف أم يظهر أنجي وأنا مستمر يبقى يظهر. يا ولاد نمبر 45 بول تو لندن on Monday morning في لندن يوم 2 الصبح has got the tickets التذاكر ترتيبات سفر في ترتيب بتعمل له جاب تذاكر اللي خد التأشيرة اشترى وعايزها إلى آخره يبقى ده برضه present continuous أم يظهر verb ing يبقى all is flying. جولات سهلة مش محتاجة. Number 46. I hear you are going to Cairo University in September. في سبتمبر هتروح. قال له yes I French and German. هذا بس فرنساوي وألماني. هيدرس. يبقى في استمرار. وفي المستقبل. المستقبل مستمر. يبقى هو البي ان جي. يبقى هو البي ستادي. تمام يا أولاد دراسة فيها استمرار مش في ساعة ولا نص ساعة ده سنين يقول بي ان جي يقول بي ستادي. نمبر 47 Did you remember to buy the magazine؟ هل تذكرت تشتري المجلة؟ I asked you not to ask for طلبتها منك. قال له sorry أنا آسف I didn't I it when I go out again when I go when ضرب بسيط والناحية الثانية والمصدر باي والباي خلاص حفظنا خلاص. طب الزمني يمين وضرب بسيط سيمبل او بيرفكت الناحية الثانية والانفينيتيف باي والباي. نمبر 48 What's that on your curtains؟ الستار ده يعني هو it's a stain بوعة I them to the dry cleaner tomorrow. وديها تنظف بكرة. وده ايه؟ ترتيب عمله نظف الستاير. يبقى I am taking. وانا مستمر. Number 49. We dinner at seaside. ريستورانت مطعم جنب البحر on Sunday afternoon يوم الأحد بعد الظهر. بعد إيه؟
ترتيب بدائي، ترتيب. طب ما فيش مضارع مستمر، يبقى ده قرار أو نية، ناويين ناكل أو مخططين ناكل، يبقى ميز أرجو تو المصدر، يبقى وي أرجو تو. يا ولاد، طيب نمبر 50، these bags are very heavy. شنو دي؟ تقيلة جدا. I can't lift them، مش قادر ارفعهم اشيلهم يعني. P L Y them for you، بدا ايه؟ اشيلهم لك. بدا offer عرض، يبقى ده والمصدر، قلنا offer request عرض او طلب، يبقى will المصدر، يبقى will can. Number 51، Why don't you tidy your room؟ ليه ما ترتبش اوضتك؟ قال له I football in 10 minutes، بلعب كورة في 10 دقايق، so I haven't got time، ما عنديش وقت. بيلعب كورة، مستقبل يا ولاد، عادي ولا مستمر؟ يا مستقبل مستمر مش كده؟ طب موجود ايه؟ I'm playing، صح كده؟ دي هيكون بيلعب، بدأ مرتب نلعب كرة بعد المدرسة، وفي العشر دقايق ترتيب مش كده؟ يبقى بريزنت كونتينوس، والله مستمر، لم يظهر في الـ ING. نمبر 52، On Friday at 8 o'clock، جمعة الساعة 8، I my friend at the station صديق في محطة هابلو. إمتى؟ On Friday. إمتى من الجمعة؟ الساعة 8، بحدد إمتى في المستقبل. ده مستقبل إيه؟ مستمر. طب مفيش مستقبل مستمر، بدأ إيه؟ ترتيب، مرتب من قبله، صح كده؟ متفقين مع بعض، بدأ بريزنت كونتينوس، يبقى ده أم إزار جونج أم إزار بربان جي بام ميتين. يا ولاد، ترتيبات في المستقبل يبقى بريزنت كونتينوس أم إزار بربان جي. نمبر 53، Are you still writing your essay؟ استكشف المقالة بتاعتك. If you by 4 p.m. we can go for a walk. خلصتها على الساعة 4، ممكن نخرج نتمشى. مظبوط؟ if you we can go، يبقى هنا في مضارع بسيط، وهي في مضارع will can may مصدر، هنا في كان مصدر، بس مضارع بسيط، صح كده؟ can be if، if you finish. مظبوط يا ولاد؟ تمام. نمبر 54، How can we get all this home؟ كان هو وصل البيت ازاي؟ قال له I James to come and help. طلبت من جيمس يجي ويساعدنا، هطلب منه يعني، مش كده؟ يبقى ده request، طلب، أقول لجيمس يساعدنا، يبقى I request to offer لنا، will infinitive، يبقى I will ask، هطلب. يا ولاد، ريكوست أو أوفر، يبقى ده ويل إنفنت. نمبر 55، قال ويت، استنى، أر يو تو ذا ستيشن؟ هاخدك أوصلك المحطة بالسيارة. يبقى ده أوفر عرض يرد عليه، يبقى ده ويل مصدر، يبقى ده أي ويل درايف. نمبر 8، واضحة جدا، مش محتاجة برضه عايز حاجة كده في التعليق لو سمحتوا، قولها له تاني، شرحت صح الفيديو كله تاني، مفيش مشكلة. نمبر 56، This problem is very difficult، مشكلة صعبة جدا. قال له I you to solve it، أساعدك تحلها. يبقى ده موظف بيعرض عليه، مساعده يحل المشكلة، يبقى I will مصدر،
باي ويل هيلب يو ونوفر اور ريكويست على الدوطلة من أول مرة. نمبر 57. I'm sorry but you need to stay in the office. لازم تفضل في المكتب until you your work. حتى تنتهي من عملك. until you a present a simple or perfect. لازم الموجودين اثنين. في بي ودي finishes و have finished. finish ده بالنسبة لل yes have finished is perfect. الكلام بتاعي ايه؟ الكلام بتاع جول اللي هو ايه؟ اللي هو يو ينفع مضارب بس لا عليه اسم مبني او شاويت او اسم شخص ده يو ما ينفعش بس. طب يو بتاخد هاب او بتاخد هاب يبقى هاب فينش. ولاد I'm sorry but you need to stay in the office until you until ضرب الزمني يمين وقلنا بس بيرفكت طب بس سيمبل بسيطة وتام وقلنا الاثنين بس ده مش هينفع ليه يوم ما تخش مضاربة ثلاث انت قلت هاف فينشت يعني هاف تصنيف ثالث يبقى هاف فينشت. نمبر 58. Why are you taking down all the pictures؟ ليه بتنزل الصور دي كلها؟ قال له I the room حد هنا الأوضة بين ذا روم كده هدهنها وده ايه ناوي يدهنها مقرر يدهنها وده ايه ام از ار جوينت تو مصدر مش كده يبقى ده ام جوينت تو بينت ات يا ولد وينزلوا من الصور ناوي يدهنها او مقرر يدهنها خطر يدهنها ام از ار جوينت تو مصدر ام جوينت تو بينت ذا روم. 59. You are carrying too much. شايل كتير جدا. اي ذا دور فور يو هفتح لك الباب لان ايه؟ ها ده اوفر عرض بيساعده يبقى ده اوفر يبقى هو الانفاتر مظبوط يبقى ايه؟ ويل اوب يا شباب اي ويل اوب. نمبر 60. Look at that young man. انظر لهذا الشاب. He looks very pale. وشه شاحب جدا. هي ايوه حقيقي ايوه ما عليه عنده بيل شحوف وجهه يبقى في دليل فعل في دليل يبقى دي ام يزاروتو المصدر يبقى هي از جو تو فين خلاص واضحه جدا وقت الحالة حفظنا الحاجة إن شاء الله مستمع إن شاء الله سهل بس محتاج تفهم معنى الترجمة كويس عشان تختار أي مستمع أنت عايز تستخدمه. طبعا لو تكون اشتغلنا في القناة خلاص نصبح غير فهمت كل لو اشتركت لو سمحت ما تكسلش واشترك وأنت قاعد دلوقتي حالا اشتراك والجرس وكل اشترك من كل جديد إن شاء الله بقى معايا لغاية المراجعات كلها بإذن الله. الفيديو الجاي إن شاء الله هنلاقي مع بعض قاعدة جديدة بالشرح بتاعها بالحل الجمل إن شاء الله خليكم راح تلاقوا مفيد. طبعا احنا عايزين نكسب صدقة جارية عن طريق علم منتفع بيه إن احنا نعمل لايك في الفيديو ونسمي الطلبة الآخرين عشان يستفيدوا من هذا الشرح عشان الامتحان إن شاء الله. طبعا دعوات القلبية نرجو من التوفيق إن شاء الله. تمام تجاهل مشوار ذا بيست أوف لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.